يا كبير يا كبير. اوكي اخر واحد دنث. اعوذ بالله من السلام عليكم. على شباب ان شاء الله طيبين. طيب يا اخوان قبل ما اخش على فكره المقطع حاب اقول لكم اللي مو مشترك اخوان نزل اشترك ولايكات امور طيبه وحاولوا يا اخوان الاشتراكات. اللي مو مشترك انزل اشترك والله راح تدعموني بشكل مره كبير. بضوا عليكم نخش على عنوان المقطع على طول زي ما شفتوا يا اخوان في صوره المقطع في العنوان. عنوان المقطع يقول روكيت ليج ان سنتي 78 الجزء 78 بيست جول فري ستايل ريست افضل الاهداف وفري ستايل وجنب ريستات وكل حاجه. فيا شباب نتابع المقطع كامل. مده المقطع 12 دقيقه و53 ثانيه فيا شباب يعني 13 دقيقة. نتابع المقطع كامل. نهاية المقطع حددوا على الدقيقة قولوا هذا أفضل هدف بالنسبة لنا. والمقطع الجاي يا شباب راح يكون إن شاء الله اللي هو تحديات المتابعين أجلته اليوم الخميس فنقول إن شاء الله إنه المقطع يطلع حلو. كلام فاضي ما نبغى على طول نشغل المقطع يلا. أنا ما أدري إذا الصوت كويس أو لا والله ما أعرف فأشوف إنه يلا كذا كذا أشوف ممتاز يلا بسم الله. أوكي. يا شباب نطمح إنه نلقى عرب والله لأنه يا شباب ما أدري ليش كذا لو عربي يسجل هدف مدري كذا احس كانه فخور مدري والله مدري يا شباب زيك يا مدري تحس زي ولا لا بس يلا اوكي فرنسي مويا يلا يا مويا 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 اوكي اوكي انا احس انه في المقطع ذا راح اشوف هدف كذا راح يجنني ما ادري ليش ما ادري ليه واو 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 هدف سلكان يا حبيبي بس اذا عربي مو سلكان يا شباب اوكي فلايز 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 فرنسي اسكا حاولوا تتابعوا اللقطات كلها يا شباب حاولوا تركزوا في المقطع لانه يعني اوكي يعني اوكي يا شباب اوكي ار دبليو يا ار دبليو ايش تلعب فيفا انت ار دبليو ايش السوق هذا ماي هذا يخرب عليه ولا ايش حتى خويه كان بيخرب عليه دارك الله دارك اللعيب اللعيب دارك جمبرزيت ايكو ايكو الله عربي على طول بعده يا سلام يا سلام يا سلام ايوه واو واو وربي هدف حلو يا عيال والله هدف حلو العرب 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 ترى العرب طلعوا اساطير يا عيال يعني انا حسبت العرب يعني صراحه يعني بينما حسبت العرب مو مره انهم محترفين والله اكتسحوا العالم وربي ايوه سيبا يا سلام يا سيبا اوكي فرنسي اح اوكي تعبلة ترعبل ترعبلة دنمارك يا سلام اوكي طب ورينا ايش هذا يا بط يا اخي هذه كيف كذا يا اخي بدون ما يشوف يا اخي والله كيف هذا بدون ما يشوف انا ماني داري يعني صعبه يا شباب صعبه فورتوكس الله عاد دريبل الله عاد دريبل تعجبني الهدف دريبل ها فيها سلكان هذه نعترف يا شباب لازم نعترف شويه واللي ضدنا لازم يعترفوا واللي وصاحب المقطع يعترفوا وانتوا تعترفوا يا شباب يا هو كيف كذا تيجي سريعه يا شباب والله كانه فيها بوست يا ابني لا هذا اسمه الكوره اوكي هدف حلو ايش هذا العلم والله مره اشوف حياتي حتى الهدف اول مره اشوف في حياتي يا شباب يعني العلم اول مره اشوف اوكي يجي يلا يجي 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 بيست يجي بيست طبعا يا شباب موقف الموقف الموقع توقف ما ادري ايش صار له دونا يلا يا دونا على ورا هذا ايش اسمه طيب ريدايركت خلاه اسمه ريدايركت يعني انت تسوقه غبي اي والله ريدايركت يعني انا اسال واجاوب مشكلتي مشكلتي حمار شويه كثير اوكي فويدد شباب ترى الى الان انا ما في شيء جذب انتباهي اكثر شيء ترى يعني على خفيف على لقطات كنت شفت يعني هدف زي كذا بس ما في شيء اللي يقول واه هدف والله ذا يعني مختلف شويه اوكي ابطل اسجل باب ولا ايش انا منع زي هذا يا شباب الهدف زي هذا غريب مو هذا الهدف يا شباب اللي بعده اللي بعده شوفوا كيف لمسها لمسه يا واد لمسه يا الله شوف يا الله ما اخ والله الاهداف هذه تعجبني يا عيال ما ادري الا زيك الغريبه كذا المره غريبه مره تعجبني اوكي دبل تاتش اوكي امريكي الله هدف رهيب صراحه صراحه هدف رهيب وال 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 والله كلام اوكي كوري انا سيا طبعا شو اعرف كوري شويه مو مره يا عيني يا شيخ يا عيني حلو الهدف لا 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 مستحيل هذا الهدف مستحيل يا عيال هذا الهدف كذب والله كذب يا حبيبي شوف 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 ايش هذا ايش هذا
ايش هذا؟ طالع كذا كذا نقول في سحر في اللعبه، اللعبه فيها سحر. لا 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 اللعبه فيها سحر يا عيال، فيها سحر. انا قاعد اقول هذول كيف يسجل اهداف زي كذا، يعني حسيبه بالخبره يا خلاد. سحر كلها ما ادري ايش، معروفه معروفه ذي جرين سكرين، واعرف اعرف هذه الحركات اعرفها. اوكي ياباني 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 ياباني، ده المفروض تصنع. والله يمكن هو اللي هم اللي صنعوا روكيت ليج، يعني ما تدري. ياباني يا ابوي هذول يصنع اي شيء يا حبيبي. لا هذول الصين، هذا ايش دخل. اوكي سولتكس سولتكس يمين بالله جاب هذا دارك. الله دارك هوبا يا بطل يا كبير يا ناس يا ناس، هذا دارك هذا من وين جاء ذا؟ هذا في اي فريق يعني؟ بالله اكتب لي في الكومنتات ذا في اي فريق. لو مو في اي فريق انا حنجلط، لو يعني ما في اي فريق جابه مستحيل. والله قوي ما شاء الله. ايوه 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 يا الله يا ناس يا ناس يا عالم، لعيبه ذولي لعيبه لعيبه لعيبه. ايوه ايش ذا الاسم غريب صح. بيمبي بيمبي اوكي بيمبي يعني على البنش. يا سلام على الله 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 جراند شامبيون على ضد جراند يا عيال. يا عيال ترى اللي يسوي لقطات ضد محترفين يعني ترى هذه مره اسطوريه يعني. شوف كيف ما شاء الله تبارك الله. اوه يا عيال يا عيال اللي ما شاف سرعته، واو 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 سرعته قاعد تطلع لي في الزاويه ترى يا عيال. انا في الزاويه طلعت لي 196 تقريبا 197 يا الله. مين بالله سريع يا عيال. روكيت روكيت نظام انك تكتب اسمك روكيت عشان روكيت يعني تحن عليك تعرف الحركات ذي. اوكي ايزو اوكي ايزو 192 يا واد ايش بهم ذول ايش بهم ذول. هذا العلم اللي ما كنا نعرفه صرنا نعرفه الحين. جي اتش اسكتلندا ما ادري اسمه هذا علم دالجليش هذا اي. لا 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 هذه فيها سلكان فيها سلكان شويه فيها سلكان شويه بس فيها يعني لعبه حلوه يعني. بس ايش ذا العلم؟ يهو علم النسر ايش فيه؟ والله علم غريبه. السلام يا السلام يا السلام. اتحدى حجيب لي ايش اسم العلم هذا يا شيخ. اللي يجيب لي اسم العلم هذا يا عيال شوفوا العلم هذا ها الحين هذا هو هذا العلم اللي يجيبه يا رجال. ادي قناتي. لا دقيقة دقيقة ما ادي قناتي اصبر يا ولد. الدين اللي يبغاه يا حبيبي ايش العلم هذا؟ مو معروف حتى ما حد يعرفه. تحدى حد علم النصر علم يا عيني على الهدف علم الصقور ولا ايش يعني ولا علم فريق النسور والله ما ادري يا شباب. اوكي ويلو ويلو يوه يوه يعني كان هدف باب وفجأة صار يا اخي والله بعض والله ما ادري كيف والله ما ادري كيف. اوكي يا عمري يا بطل يا كبير يا كبير خمخوي على ورا. الله ما شاء الله تبارك الله ذول الناس شكلهم يا شباب طفشوا من التريننج. اوكي نكمل يا شباب نكمل. مستريل 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 اوكي هدف حلو. بارت بارتي او تقريبا اول ايطالي جينا ولا ايش ابوي هذا كيف ما يشوف يا عيال كذا كيف انا ماني عارف والله كيف كيف ما ادري. خلاص يعني وصل لدرجة انه حافظ كل شيء في الماب ما ادري والله. اوكي حلو سيارة كلاسيكية واو يعني هذا بولندي قد جاء كثير والله. يوه يا عيني في التسعين يا شباب والله ذي الاهداف. اوكي انا هسوي مره ثانيه انا هسوي يعني هلا. طيب يا شباب حاب اقول لكم حاجه، انتوا الحين اخترت افضل هدف بالنسبه لكم. انا بالنسبه لي صراحه في هدف صراحه في هدف في هدف افضل هدف بالنسبه لي صراحه يعني الى الان الى الان في واحد بس. فنشوف لسه باقي كم. انا هسوي خلاص طلعت لنا كثير انت. اوكي يا معلم يا معلم اخ كبير والله كبير 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 والكبير الله اقسم بالله معلم يا شباب. هذا بيجيبها افضل تصديات كمان بافضل تصدي حيجيبوا هدفك هذا. انا عارفهم ذول يعني انت كسبت الاثنين تصدي و... الله ذول الناس. اوه سوبر سونيك اوف يعني سووا هذه ضد سوبر سونيك يا الله يا الله والله ذول يعني اي لقطه واحد يسويها ضد ناس لعيبه لقطه جدا اسطوريه. حلو اللي بعده
يا الله فلاكس، يلا يا فلاكس. والله على الجرافيكس الله كلام يا اخي. ويلي يلا يا ويلي، ويلي هذا ويلي بس فرع روكيت ليج يعني زي كذا مر طيب. ايوه شو حاب اقول لكم، اللي ما اشترك اشترك يعني زي كذا، فتدعموني والله تدعموني يا شباب. الاشتراكات الله ثانيه صفر يا عيني يا عيني يا عيني. فالاشتراكات لا تنسى يا شباب. ها فريكس نرويجي الله عليك سله. اوه اول مره تجي سله يا عيني يا شيخ، يعني نفس اللي في هذا بس سوا اوف اوف. هذا لو واحد طار ما يجيبها، لو واحد طار ما يجيبها حتى يا واد. ايش البنش هذا؟ صلاه على النبي، صلاه على النبي يا فيولا يا اخي. والله ذا لعيب هذا فيولا، ذا الانجليزي ذا. اوكي كانت لا تقول خوي ياخذ الجنب يا عيال. افضل بنت شفته ذا يمين بالله، بيش قوي يا عيال. سوسو سوسو بنت. لا تقول لي بنت هذه ساره اسمها. بنقول لهم على المطبخ، نحن نقول لهم على المطبخ. 5 minutes later حابب افرجيكم اليوم يا شباب. اوه يا عيال اللقطه، اللقطه حق البنت. اوف اوف اوف, أوف. يعني انا اللي محير انه بنت حولنا فورت يا شباب، حولنا فورت اللي نروح نلعب ايبكس ليجند يا شباب. والله قويه، والله قويه ما شاء الله ما شاء الله. اوكي زيلاس، يلا زيلاس يا بطل يا زيلاس، يا بطل يا زيلاس، يا بطل يا زيلاس. طبعا هدف سوسو اللي هي البنت هذيك يعني راح ينضم يعني الافضل هدف اللي حختاره، ممكن اختاره لانه يعني بنت يا شباب، يعني مو هرج شيء يعني، بس يعني تعرف انتم. يا حبيبي ايش بك انت رودري؟ رودري اسمع، تراك محور محور السيتي، انتبه يعني. طلعت لعيب روكيت كمان تسوقها انت. اوكي اوف 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 اوف. لايم ليمون يا عيني، ليمون يا شيخ، ليمون سجل يا اخي، ليمون سجل هدف يا شيخ. اوكي راشيران راشيران المقطع كان باقي لانه جاني صداع. ايوه باقي له قليل الحمد لله، جاء نص دعم من كثر الاهداف هذه. اقسم بالله يا عيال تاكي تاكي تاكيس. ايوه يا معلم يا بطل يا كبير يا كبير يا كبير يا اخي ما شاء الله تبارك الله. قلت لهم البولندي ذا جاء كثير يا عيال، البولندي يا اخي بولندي. اوكي وادي 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 يا عيني يا عيني. شوف شوف البوست تعال، قاعد استخدم ثلاثة بوست، ثلاثة بوست على كل جنب، يعني ياخذ جنب عيني ثلاثة بوست بعين ياخذ جنب. اح 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 انت كمان. هو يعني مين مين انا مين؟ اح انا مين؟ واه انا مين انا مين؟ انتوا مين؟ احنا مين؟ الناس نايمين امين بالله يا اخي. يا الله يا الله يا الله. زيلاس زيلاس زيلاس. ريكاردو ريكورد ريكورد تصوير، يلا يا ريكورد يا بطل يا ريكورد يا بولندي. سويفت او سوفت حلو حلو صراحه، بيش حلو يعني، بس مو ذاك اللي زي اللي قبل. والله اللي قبل مره اسطوري كان يا عيني. اس 7 7 ولا بيبسي؟ اسف يا شباب. اوكي سل الجدر سل الجدر سل الجدر. اوكي يا شباب اعذروني. اوكي درزي درزي نرويجي هوبا في الباب يا كبير يا كبير يا كبير. اوكي اخر واحد دنث. اوه اعوذ بالله من هذول. اوه دقيقه دقيقه، يمين بالله انه فجعني، يمين بالله من ذولي والله جاء فجأة كذا يمين بالله اني انفجعت. تل 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 واو يا عيال. بنش هذا كم سرعته؟ مليون مليون ولا كم؟ ولا 10 مليون؟ 209 با 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 يا عيال. واو شوف كيف يمين بالله الا تنفجع يا شيخ. يا سلام يا سلام يا سلام على المقطع الرهيب، يا سلام على المقطع الرهيب والعجيب يا شباب. دي لايك دي لايك. اقسم بالله يا عيال ان اهداف اسطورية وربي. فالحين يا شباب انا صراحة محتار بين ثلاث اهداف، هدف دارك، هدف سوسو، وهدف الاخير هذا حق البنش الثلاثي ذا. كل ما تشوفون ايش افضل هدف بالنسبه لي اكتب في الكومنتات ايش افضل هدف بالنسبه لكم. فيا اخوان هذا افضل هدف بالنسبه لي، اعذروني اعذروني. البنت يا عيال حيقولوا لي ليش يا كنتارا ليش؟ شوف يا شباب الهدف رهيب، ما نختلف انه رهيب ما نختلف، لكن ايش اللي يميز انه خلاني اخلي هذا الهدف يعني افضل هدف؟ بنت وسوى ذي اللقطه، يعني اقسم بالله شيء مره اسطوري. فنادرا هذا ما يجي يطلع يا اخوان، نادرا ما يطلع في مقاطع اللي هو افضل اهداف. فيا شباب يعني تعرف انتم لازم نحطه، لازم نشوفه سوا يا شباب اخر مره. يا سلام
على الرايق على الرايق حطت امها حطه. انت رجال جيبها. اوكي يا شباب بكذا خلصنا فكره المقطع. اذا عجبتكم تبون نكثر من ردات الفعل ورونا دعمكم من لايكات واشتراكات امور طيبه، وبرضه اكتب في الكومنتات ايش افضل هدف بالنسبه لكم. ما بطول عليكم، سلام عليكم.